إيطاليا في أول القرن العشرين أمبورتو الأول أيها الإخوة، يدخل مطعماً فاخراً جداً، يجلس يطلب الأشياء أو تطلب له الأشياء، يلاحظ بعض حرسيه أيها الإخوة وشرطته أن صاحب المطعم تقريباً صورة مستنسخة من الملك، شكله قريب جداً منه بشكل محير. ثم لفت ونظر الملك الذي لاحظ هذه الظاهرة وفرح بها. بعد ذلك سألوه عن اسمه، اسمه أمبورتو، الملك أمبورتو، هذا أمبورتو، عجيب، هذا الشيء جميل. ربما يكون من حسن طالع إيه صاحب المطعم هذا. مسألة ثانية، مسألة ثالثة، من أين أنت يعني إيطالي أصلي؟ قال نعم، من مدينة تورين. تورين ولد فيها الملك، غريب، متى ولد؟ في يوم كذا، نفس يوم ميلاد الملك. شيء عجيب محير جدا، قصة مشهورة هذه، تذكرها علماء الباراسيكولوجي وعلماء إيه نفس الأعماق إلى آخره، مكتوبة كحالة دراسية. ثم بعد ذلك أيها الإخوة سألوه عن دقائق حياته، متزوج أو أعزب؟ قال متزوج. ما اسم زوجتك؟ قال اسم زوجتي ماركيتا. ماركيتا زوجة الملك؟ ماركيتا، نعم ماركيتا. هل رزقت بالأولاد؟ بولد واحد، ما اسمه؟ فرونيو تقريبا، اسم ابن الملك. شيء محير، هذه المعلومات قدمت للملك، قالوا شيء مش طبيعي، نفس الاسم، نفس المدينة، نفس يوم الميلاد، نفس اسم الزوجة، نفس اسم الابن، نفس الشكل، ما الذي يحدث؟ على كل حال أعجب من هذا، متى افتتحت هذا المطعم الفخم الذي حل إيه الملك عليه زبوناً أيها الإخوة؟ في يوم كذا كذا، عجيب، يوم تنصيب الملك، يوم نصب الملك أيها الإخوة وصار ملكاً على إيطاليا أمبورتو الإيكو، نصب هذا أي ملكاً على أي مطعمه، هذا له مملكة في حدود مطعم وهذا مملكته إيطاليا. الملك استثير تماماً ودعاه دعوة شخصية لحضور أيها الإخوة حفل في يوم كذا 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 بمناسبة كذا، لكن للأسف لم يأتي الرجل لأنه قضى بعيار ناري، قضى مغدوراً، تأسف عليه الملك الذي لحق به في مساء نفس اليوم مغدوراً بالرصاص.